وزارة النقل ومعرض الزكي النقل الزكي. نتابع هذا التقرير ثم فاصل وعود لحضراتكم. انطلاقا من توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي واهتمام الحكومة المصرية بدعم وتطوير وسائل وخدمات النقل، افتتح الفريق كامل الوزير وزير النقل فعاليات الدورة الخامسة لمعرض ومؤتمر النقل لإفريقيا والشرق الأوسط، والذي يقام حتى 8 نوفمبر عام 2023. وشارك في المعرض عدد كبير من وزراء النقل العرب والأفارقة، بالإضافة لكبرى شركات تصنيع وسائل النقل العالمية، لعرض آخر تكنولوجيات النقل البري والبحري والجوي وتبادل الخبرات حول وسائل النقل المستحدثة في الموانئ والمطارات. تؤخر الدورة الخامسة لمعرض ومؤتمر النقل لأفريقيا والشرق الأوسط ترانس 120-23 تحت شعار توطين صناعة وسائل النقل في مصر، انطلاقا من توجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالعمل على توطين صناعة السكك الحديدية بجمهورية مصر العربية، حيث تتعاون وزارة النقل مع مجموعة من كبريات الشركات العالمية للاستثمار في مجال تصنيع وسائل النقل السككي بهدف توفير العملة الصعبة ونقل الخبرة للعمالة المصرية وتصدير الفائض للخارج. طبعا زمايلي كاتبين لسه كبيرة جدا بالشركات العالمية اللي بيتعاونوا معانا وبيوطنوا معانا الصناعة، وانا بشكرهم شركة شركة. يعني معالي السادة الوزراء، السيدات والسادة الحضور، إن رؤية وزارة النقل المصرية تتخطى مجرد نقل البلوكات والبضائع إلى المشاركة الفاعلة في ترسيخ مفهوم التنمية المستدامة للدولة لتحقيق التوازن بين المتطلبات الاجتماعية والاقتصادية والبيئية من خلال توفير شبكات وسائل النقل المختلفة لخدمة متطلبات التنمية الشاملة والمشروعات القومية الكبرى والمساهمة في زيادة الرقعة المأهولة، وبما يحقق التوازن بين النمو السكاني والنمو المكاني والمساهمة في تحسين خدمات التجارة الخارجية من صادرات وواردات وتنمية تجارة الترانزيت والخدمات اللوجستية والمساهمة في التنمية السياحية والصناعية والتجارية، وبما له من مردود إيجابي على الاقتصاد القومي والمساهمة في حل مشكلة البطالة وتشغيل شباب الخريجين. ولتنفيذ هذه الرؤية تم وضع مجموعة من السياسات المرنة والشاملة والمتطورة، من أهمها توفير أعلى معدلات السلامة والأمان على شبكات وسائل النقل وتطوير وسائل النقل الجماعي السككي واستحداث وسائل الجر الكهربي في إطار توجه مصر للنقل الأخضر المستدام الصديق للبيئة. كذلك التوسع في وسائل النقل لربط مصر بمحيطها الإقليمي والدولي من خلال تطوير الموانئ البحرية وطرق الربط البحري والبري والسككي مع الدول العربية والإفريقية الشقيقة، وإدخال نظم النقل الحديثة لمسيرة التطور العالمي في مجالات النقل بالحاويات والنقل متعدد الوسائط وخدمة المراكز اللوجستية والموانئ الجافة وتطبيق أنظمة النقل الذكية على المحاور الرئيسية، بالإضافة إلى الاهتمام برفع كفاءة العنصر البشري باعتباره الركيزة الأساسية في تطوير وتحديث مرافق النقل وتطوير مراكز وبرامج التدريب المتخصصة في مجال الطرق الكباري بنفذ 7000 كيلومتر طرق و34 محور على النيل وإنشاء 1000 كوبري علوي ونفق السكك الحديدية، بنطور 10000 كيلومتر سكك حديدية موجودة، بالإضافة للبنية الأساسية والوحدات المتحركة ونظم الإشارات وتطوير الورش، بالإضافة إن إحنا بنضيف شبكة من القطارات الكهربائية السريعة بالتعاون مع تحالف سيمنز أوراسكوم المقاولين العرب بطول 2000 كيلومتر لخدمة كل المواني والمدن المصرية من أقصى الشمال لأقصى الجنوب ومن أقصى الشرق لأقصى الغرب، مترو الأنفاق والجر الكهربائي بننفذ تقريبا 210 كيلومتر من شبكة المترو والقطار الكهربائي الخفيف والمونوريل. في مجال النقل البحري بننفذ تقريبا 67 كيلو أرصفة حاليا تتراوح عمقها ما بين 18-22 متر لتستوعب 400 مليون طن بضائع سنويا و40 مليون حاوية مكافأة سنويا، بالإضافة إلى 10 مليون حاوية ترانزيت و30 ألف سفينة عملاقة سنويا، بالإضافة إلى مجال المواني الجافة والمواني اللوجستية، وكل ده لخلق ممرات لوجستية كبيرة تصل ما بين مناطق الإنتاج سواء زراعي أو صناعي أو سياحي أو خدمي وبين مناطق الاستهلاك في المدن الرئيسية
او مناطق التصدير للمواني الرئيسية على البحر الاحمر والبحر المتوسط، يربط بينهما يا اما طرق رئيسية سريعة يا اما سكك حديدية عادية ديزل او شبكة من القطارات الكهربية السريعة الى 2000 كيلو اللي انا اتكلمت عنه. ومن المستهدفات ايضا رفع الطاقة الاستيعابية للمطارات إلى أكثر من 330 مليون مسافر سنوياً، وزيادة الطاقة الاستيعابية للمواني إلى 4 أضعاف لتصل إلى 40 مليون حاوية سنوياً. واستهدفت الاستراتيجية كذلك رفع مستوى السلامة في أنماط النقل لتحقيق جودة حياة أفضل، حيث تستهدف إلى خفض معدل الوفيات إلى أقل من 5 وفيات لكل 100,000 ساكن. على مدى هذه السنوات والتطور الحاصل في مجال النقل الذي أثبت بما لا يدع مجالا للشك أن إن شاء الله مصر وماشي على الطريق الصحيح في تطوير البنية التحتية متكاملة، ليس فقط في قطاع اللوجستيات إنما في قطاع النقل العام بما يفيد الوطن والمواطن. الحضور الكريم، على مدار السنوات الماضية استثمرت دولة قطر في تطوير مشاريع البنية التحتية والخدمات المساندة لقطاع النقل والمواصلات، وتوجهت هذه الجهود بامتلاك الدولة لمنظومة نقل متكاملة مترابطة مستدامة، وضعتها بمكانة رائدة على خارطة قطاع النقل العالمي، ومكنتها من استضافة أحداث كبرى عالمية وتوفير تجربة تنقل صديقة للبيئة، حيث وصل نسبة تشغيل الحافلات الكهربائية في دولة قطر إلى ما يقارب من 70% من مجموع النقل العام، مدعومة ببنية تحتية متكاملة. ترسيخاً لهذه المكتسبات والإنجازات المهمة، فيواصل المغرب تنفيذ الأوراق والمشاريع المهيكلة وفق الاستراتيجيات متوسطة وبعيدة المدى، تروم إلى تحديث وتأهيل منظومة النقل ببلادنا وإبصاء متطلبات بروز قطاع اللوجستي في عصري وتناسلي. وفي هذا الإطار نعتزم تمديد الخطوط الفائقة السرعة في اتجاه جنوب المملكة، وتطوير خدمة جديدة للنقل الحضري والجهوي عبر السياج الحديدية، وكذا تطوير شبكة طرق السيارة والسريعة. كما سنعمل على مواصلة تنفيذ مشروعي الميناء الجديد الناظور غرب المتوسط في شمال المملكة، وميناء الداخل الأطلسي جنوبها، اللذان سيعززان دور المغرب كملتقى طرق. بمشاركتي في مثل هذا الحدث بجمهورية مصر العربية الشقيقة يعكس إرادة قيادتي البلدين الشقيقين في توثيق العلاقات التاريخية الثنائية وانتهاج نفس المسارات المؤدية إلى ما فيه خير الشعبين التونسي والمصري، وإلى ما يمكن أن يسهم في خدمة البرامج المشتركة عربيا وإقليميا التي تهدف إلى رفع قدرات الدول على تنفيذ مشاريع مستدامة وخضراء في قطاع النقل. وهنا يهمني أن أجدد تذكيري بثبات تونس على موقفها الداعم لدولة فلسطين ولشعبها الذي يعيش إلى حد هذه اللحظة التي نجتمع فيها أسوأ عدوان غاشم عرفته البشرية، ومذكرة باستعداد تونس الكاملة لوضع كل الخبرات والتجربة التونسية في مختلف مجالات النقل واللوجستية على ذمة دولة فلسطين للمساهمة في إعادة بناء ما دمره الاحتلال ولدعم الاقتصاد الفلسطيني. محمد القليوبي لبرنامج على مسؤوليتي.